الآثار البيئية لمحطات تحلية مياه البحر للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، نسائلكم على الآثار البيئية لمحطات تحلية مياه البحر. جاوبت لكم سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا سيد نائب المحترم. أولا خصنا نأكد مرة أخرى بأن اليوم خيار اللي عندنا اليوم باش يمكننا نتجاوزوا الإشكالية ديال التغيرات المناخية وانعكاساتها على بلادنا والآثار السلبية اللي تنعرفوا من نتيجة ديال الجفاف، لا بالنسبة للماء السقي بالنسبة للفلاحة ولا بالنسبة للمواطنين، وهو تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة. ثانيا أن هذا الاختيار كذلك أصبح ضروري بحكم أن الحمد لله مع التطور التنموي تتعرف بلادنا فالحاجيات تتكبر، وهذا تطلب أن يكون هنالك بالطبع إمكانية ديال العرض ديال الماء اللي يكون في المستوى وزيادة المجهودات اللي يمكن دار في إطار الطلب. أما بخصوص القضية ديال التأثير السلبي، أنا فقط بغيت نرجع لجوج النقاط، بأن اليوم لأساسي وهو أن يكون هنالك تحديد الأمثل لموقع المحطة، لأن التصميم المثالي للمآخذ الماء البحر تتفادى هذا الاصطدام اللي يمكن يكون ما بين الكائنات البحرية عبر الأنابيب الأولوية لامتداد المحطة. والنقطة الثانية كذلك اللي هي أساسية وهو التصميم المثالي لمنافذ المياه المالحة. سيد الوزير شكرا. تعقيب ديالكم السيد نائب المحترم. شكرا سيد الرئيسة. بالنسبة التفكير في خلق هذه المحطات ديال تحلية مياه البحر، هو وسيلة من الوسائل باش ننقذوا بلادنا من هذه المعضلة الحقيقية اللي هي ندرة المياه. ولكن بالنسبة للمحطات كيف قلت يا السيد الوزير، خص تحديد الأماكن المناسبة لكي لا تكون تؤدي قطاعات أخرى ضريبة ما تخلفه المحطات ديال تحلية مياه البحر، خصوصا وأنها غتكون بجانب الشواطئ البحرية اللي غادي يأثر على المشاريع ذات الطابع السياحي، وكذلك بالنسبة للثروة السمكية اللي كتزخر بها بلادنا. لذا يجب التفكير جليا في خلق هذه المحطات في الأماكن التي سوف لا تضر بالقطاعات الأخرى. وشكرا. شكرا سيد نائب.